السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الجزء الخاص بعمل التوظيف السيموليشن للأقمشة الخاصة بتريكو اللحمة الجاكار. هنفتح التصميم اللي تم الموافقة عليه، وهوصل ان انا اجيب الشكل اللي انا اشتغلت عليه بدون ورق المربعات زي كده، تمام، واعمل له كروب ايمج كروب، تمام، وابدأ الونه، اعمل عملية تلوين. قبل ما اعمل التلوين احاول اخلي المساحة بتاعتي 3×3 والريزوليوشن 50. وهنفهم ليه خدنا الرقم دوت، ليه 3×3؟ لان التصميم دوت على الطبيعة لما هيطلع لك ان شاء الله يبقى ارتفاعه وعرضه حوالي من 2.5 ل 4.5 سم، كتير قوي يعني، تمام. فاحنا هنخليه 3×3 والريزوليوشن بتاعنا 50، واقول له اوكي، تمام. هو صغير، هبدا اعمل له عمليه التلوين، والله سيلكت سيميلر، وادي له مثلا لون خلينا مثلا في البيجات، خلي الارضيه دايما، نحاول نخلي دايما الارضيه لون فاتح عشان يبقى. واجي عند النقش كنترول زد، وانا واقف كده اعمل له سيلكت انفيرس عشان اعكس المساحات عشان ما يطلعليش الحاجات اللي ظاهره البيضه الصغيره دي. اقول له هات لي مثلا لون مثلا بني، اقول له اوكي، اقول الت اكس اكس، اقول كنترول دي اديت ديفاين از ابد، واسميه مثلا 50، واقول له بعد ما خلصت ضبط الوحده بتاعتي هبدا اشتغل على التصميم دوت. اخترت انا مثلا الفستان ده، دايما وانا بختار اراعي في اختياراتي ان الخلفيه دايما تكون بيضه او الشغل اللي هشتغل عليه ابيض عشان ما ياثرليش على التصميم بتاعي. هاجي هنا عند ايمج واظبط مساحات الخاصة بالتصميم دوت، واخلي الريزوليوشن بتاعي 200. يعني انا اشتغلت الريزوليوشن بتاعي التصميم اللي فات اللي هو الباترن على 50، وهشتغل ريزوليوشن الصفحة او التصميم على 200. وهاجي هنا ابدأ اخد الاداة اللي هي عليها الاداة الماجيك اللي عليها المغناطيس دي، او البين تول على حسب انت بتعرف ترسم، وابدأ اشتغل بحيث ان انا اخد الكيرفات بشكل دقيق. وبعد لما خلصت الجزء الخاص بالتصميم واخدته سيلكت اهو زي ما احنا شايفين كده، هاخده كوبي بيست على لير جديد، ادي كنترول سي كنترول في، تمام، خدته على لير جديد، واخده كمان مره كنترول سي كنترول في، هعمل منه 2 لير زي ما احنا شايفين كده، ادي اللير التاني اهو، وهركبه على دبل صف، تمام. واجي عند اللير اللي انا حطيته اللي هو الاولاني اللي هو ده اللير 3، واقول له سيلكت، اقفل ده خالص مش هشوف ده، مش هشوف الخلفيه. واجي هنا اقول له مثلا سيلكت على الارضيه الفاضيه، واقول له سيلكت انفيرس عشان اعكس التصميم، يبقى انا عملت على مين، على التصميم بتاعي او على الفستان اللي انا شغال عليه. واقول له شيفت باك سبيس علشان خاطر يفتح لي الجزء الخاص بالباترنز بتاعتي، واختار الباترنز اللي انا عملتها اللي هي دي، واقول له اوكي. كده هو عمل لي فيل باتر زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتم شايفين الباترن اتعمل له فيل. لو انا رجعت التصميم كده زي ما انتم شايفين تحس ان هو مش مجسم، تحس ان هو ملزوق. فباجي عند اللير التاني اللي انا عملته اللي هو اللير رقم 4 ده، هفتحه زي ما انتم شايفين كده، واخلي الاوبيستي بتاعه اللي هي اللي فوق دي اللي جنب كلمة نورمال، خلي الويست بتاعه 30%، 25 29 30%، ده الويست اللي هو ده خليه 100% زي ما كان، سوري. واجي عند الويست بتاع الابيض علشان خاطر اديله التكسيمة، يعني فكرة ده ان انا بديله التكسيم بتاعه من خلال ان انا بعمل الويستي بتاع الجزء اللي فوقيه، بحيث ان اللير اللي انا حطيته فيه التصميم هو اللي يبقى بينهم، واقول له
اوكي واعمل كنترول دي. ادي التصميم بتاعي بعد لما ركب على الفستان دوت شكله. نعمل بلون تاني على سبيل المثال، ارجع برضو اخفي الارضية عشان مشوفهاش، واحدد الكلية اللي انا واقف عليه دوت، واقول له شيفت اكس سبيس، واختار التصميم اللي انا كنت عامل بلون تاني مثلا اللون اللي هو دوت، واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين طبعا في غلطة حصلت هنا، اللي انا ايه مش محدد التصميم، فانا برضو اختار الارضية واعمل سيلكت، اعمل انفيرس، واقول له شيفت باك سبيس، واقول له اوكي تمام، وافتح الارضية. زي ما احنا شايفين ادي التصميم تاني اللون او المرياج التاني اللي عامله تمام. بعد كده هشرح مثلا تصميم على قطعة اساس. انا اخترت التصميم دوت وهشتغل على الكرسي ده برضو بنفس الالة الماجيك دي. هبدأ اعمل عملية رسم للجزء الخاص بالتنجيد زي ما احنا شايفين كده. بعد لما خلصت السلكت بتاعي هبدأ اخد دوت كوبي وبيست عشان خاطر اعمل منه 2 لير، واعمل عشان اللير التاني اللي هعمل منه ايه التقسيم بتاعي اللي هو الاوبست بتاعه 30%. هاجي عند اللير 2 دوت واقول له شيفت باك سبيس، والله حط لي الباترن بتاعي اللي هو كان لونه بنفسجي ده. اوكي زي ما انتم شايفين ما ظهرش عشان خاطر هو مخفي تحت اللير 3. اخلي اللير 3 بتاعي دوت الاوبست فيه 30%، 30% اهو، 25 25 30 كده يعني، حسب ما انت تشوف اللي هو ايه الالوان اللي شغال بيها بشكل عامل ازاي. زي ما انتم شايفين وادي كده خلصنا الكرسي ده. هعمل مرياش تاني منه بنفس الفكره. في ناس بتختار كنترول ويو تمام وتغير المرياج من خلال الهيو ساتوريشن بتاع التصميم زي ما انتم شايفين كده. دي طريقه برضو لتغيير الالوان، ان انا بلعب في الهيو ساتوريشن بتاع خاص بالالوان تمام. ولو حبيت اعمل مثلا تنجيد على الكرسي ده، الكرسي الكبير ده، هبدا اقسمه مثلا لايه لمجموعات. انا هشتغل المقعده دي مع بعضها او القاعده بتاعته، واشتغل الظهر لوحده، واشتغل الخدديات لوحدها، وبنفس الفكره هبدا اعمل سيلكت على المنطقه دي واخدها كوبي على لير جديد، واعمل منها 2 نسختين، نسخه للاوبستي ونسخه للتصميم. هاجي عند الجزء الاولاني بتاع الخدديات، اشتغل الاول على الخدديات، اخفي الارضيه خالص، واخفي كمان المقاعد فيهم كلهم، ومش عندي غير الخدديتين اللي ظاهرين. هبدا اعمل سيلكت على الارضيه، واعمل سيلكت انفيرس، واعمل شيف باك سبيس، واقول له اوكي، واغير الاوبست بتاع لير 7 ده اخليه كام 30% مثلا. وبكده اكون خلصت الخدديات. ابدا اخش مثلا على المقعده اللي هي القاعده بتاعه الكرسي، واجي اعمل برضو نفس الكلام، اقول كنترول دي، اختار الارضيه واعمل سيلكت انفيرس، اعكسها واقول له شيفت باك سبيس، واختار مثلا اللون التاني اللي انا كنت عامل منه التصميم عشان خاطر ان انا ابقى عملت كذا مرياج للتصميم بتاعي اللي هو كان الدرجه دي، واقول له اوكي، واجي عند اللير رقم 8 ده واخلي الاوبست بتاعه 30%. تمام. واجي في نفس الكلام بالنسبة للظهر، اصغره، اعمل كنترول دي واختار الارضية بتاعة الظهر، واعمل يعني جزء، لا انا اقف على اللير بتاعه، كنترول دي واختار الارضية، واعمل سيلكت انفيرس، اعكسها عشان خاطر تبقى هي كلها معايا في منطقة التحديد، اقول له شيفت باك سبيس، واقول له اوكي، واجي عند اخر جزء اللي هو الاوبست بتاع الظهر واخليه برضو 30%. خلي الاوبست يفتحه واخليه 30%. بعد كده اشغل التصميم كله مع بعضه، كنترول دي افتح التصميم كله. زي ما انتم شايفين التقسيم بتاعه ظاهر،